تواصل قيادة خفر السواحل أداء مهامها وواجباتها المكلة إليها بكل حرفية واقتدار، ومن بين أهم المهام التي تنفذها قيادة خفر السواحل تأمين السلامة لمرتدي البحر. في يوم شرطة البحرين وضمن المنظومة الأمنية الشاملة، تبذل قيادة خفر السواحل كافة الجهود والإمكانيات للمحافظة على الأمن والسلامة البحرية وحماية المنشآت الحيوية وفرض الرقابة البحرية، وذلك من خلال تسيير الدوريات البحرية والقيام بعمليات البحث البحري ومكافحة التهريب والتسلل على مدار الساعة بفعالية عالية وسرعة استجابة. يعتبر مركز العمليات البحرية من أهم الأقسام والإدارات بقيادة خفر السواحل، إذ تلقى مركز العمليات البحرية ما يقارب 3600 بلاغ في عام 2020. ومركز العمليات البحرية من أهم الإدارات، وكذلك هي مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة اللي بفضلها وبفضل جهاز التعرف الأوتوماتيكي تمكنت قيادة خفر السواحل من ربط جميع الأقسام، ليس فقط بقيادة خفر السواحل بل كذلك مع إدارات العامة بوزارة الداخلية. فعلى سبيل المثال هناك ربط بين غرفة العمليات البحرية مع غرفة المراقبة الرئيسية، كذلك مع جناح طيران الشرطة، وأيضا مع الدفاع المدني وغيرها من الإدارات العامة. مركز عمل خفر السواحل، حدد لي موقعك. بيانات الطراد. طيب، راح نرسلك اقرب دوريه في الموقع. تمكنت قياده خفر السواحل من مساعده وانقاذ ما يقارب 1600 شخص، وكذلك مساعده ما يقارب 360 سفينه. وما ننسى دور المنظومه الراداريه وجهاز التعرف الالي في المساهمه في سرعه الاستجابه لهذه الانواع من البلاغات، اذ على سبيل المثال إذا تعرض أحد القوارب أو أحد طاقمها إلى مشكلة أو حادث بحري، فمجرد أنه يضغط على نداء الاستغاثة لمدة 5 ثواني راح يرسل إشارة إلى مركز العمليات البحرية، واللي بدورها راح ترسل أقرب دورية بحرية لتقديم البحث والإنقاذ والمساعدة. بذلت قيادة خفر السواحل جهود كبيرة في فرض السيطرة البحرية على المياه الإقليمية لمملكة البحرين، إذ تمكنت من منع وصد عمليات التهريب والتسلل بشتى أنواعها. وعلى الجانب الآخر تمكنت من ضبط العديد من المخالفات البحرية، ومنها مخالفات الصيد الجائر، وذلك بالتعاون مع إدارة الرقابة البحرية بوكالة الثروة البحرية. وتنوه قيادة خفر السواحل جميع مرتادي البحر على الالتزام بشروط الأمن والسلامة أثناء الإبحار. تبقى السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تتحقق بالتعاون بين خفر السواحل ومرتادي البحر، فالاستجابة للإرشادات والحملات التوعوية مسألة هامة من أجل أمن وسلامة الجميع.